اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا كندير شويه ديال البغرير باش نديرو ان شاء الله الكسكور ديالنا. من بعد نعمر شويه، نعمر واحد البراد ديال اتاي ومع شويه ديال العسل ان شاء الله. وحنايا غادي هو العجينه ديالو فين نديرها. هو عندها شويه ديال الزيت باش ندهن المقله، على حسب ما عنديش مقله البغرير، عندي غير هذه كنستعمل فيها كلشي. كندهنها بشويه زيت ما كتلصق ليا ما حتى شي حاجه.